مرحبا. الكثير منا من متعلمين اللغة الإنجليزية يواجهون صعوبات كثيرة في طريقهم لتعلم هذه اللغة، ولذا قررت أن أضع بين يديكم أفضل طريقة وأفضل 10 خطوات يمكنك اتباعها لتصبح متحدثا باللغة الإنجليزية بشكل رائع وبشكل جيد وبشكل سريع جدا. من دون هذه 10 خطوات لن تصل إلى نتيجة مع اللغة الإنجليزية مطلقا، لذا عليك اتباع هذه الطريقة. كنت حالي كحال الكثير من الراغبين بتعلم اللغة الإنجليزية، لدي الرغبة ولكن لا أعرف من أين أبدأ، بين التطبيقات المكلفة والغير مجدية وبين الجروبات ذات المعلومات المتباعدة عن بعضها. بقيت هكذا فترة من الزمن إلى أن حان الوقت لأطبق الطريقة التالية التي غيرت مستواي باللغة الإنجليزية بشكل كبير جدا. هذه الطريقة مجربة وتكلف في بعض المعاهد والدورات الخاصة مبالغ كثيرة، ولذا قررت الآن أن أقدمها لك مجانا للاستفادة منها. أرجو منك الاشتراك في القناة الآن وضع إعجابا للفيديو، ولنبدأ سويا بهذه 10 خطوات الرائعة. شكرا لك، هيا لنبدأ. الخطوة الأولى وهي مهمة جدا، كن شجاعا واتخذ القرار. إذا كنت فعلا تريد تعلم شيء فلا تستسلم أبدا 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 قبل أن تحقق ذلك الشيء. لذا إذا كنت تريد تعلم اللغة الإنجليزية خذ القرار الآن، قرارا لا رجعة فيه أبدا، بأنك سوف تستمر بالتعلم يوميا حتى تبلغ هدفك. وتذكر أنك يجب أن تكتب 5 أسباب تجعلك تجيب عن السؤال لماذا أريد تعلم اللغة الإنجليزية، وتذكر هذه الأسباب دائما. إذن كن شجاعا، عاهد نفسك واتخذ القرار الآن. الوقت مهم جدا، لذا حدد مدة زمنية، حدد وقت الدراسة وأي وقت يمكنك التعلم به بشكل أكبر وأكثر ويكون لك تركيز أكبر على اللغة الإنجليزية. حدد وقتك، استثمر وقتك، وضع مدة لتعلم اللغة الإنجليزية مثلا 6 أشهر إلى سنة للتعلم، واستمر في الخطوات التالية. اجعل محيطك يتحدث معك، هذه النقطة الثالثة. غير لغة هاتفك للإنجليزية، اكتب ملاحظاتك باللغة الإنجليزية، دون مذكراتك بالإنجليزية، راسل أصدقائك باللغة الإنجليزية، وأرسل لهم دروس قناة سفيرس أكاديمي واسألهم عما تعلموه من هذه الدروس، هذا سيضيف لك الكثير الكثير. إذن اجعل محيطك يتحدث معك. أما بالنسبة للنقطة الرابعة فهي القراءة. اقرأ 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 يوميا، اقرأ دائما عبارات، مفردات، كلمات، جمل، مقالات، جريدة، تلفاز، كتب، لأنها سوف تزيد من مفرداتك اللغوية في اللغة الإنجليزية وتجعلك تجيد اللغة الإنجليزية بشكل أفضل، لذا اقرأ دائما. أما بالنسبة للنقطة الخامسة فاحفظ بالجمل وليس بالكلمات، حاول أن تحفظ عبارات، مصطلحات، جمل، سوف تزيد من معرفتك وسرعة حفظك للغة الإنجليزية. احفظ بالجمل وليس بالكلمات، احفظ بالجمل. أما بالنسبة للنقطة السادسة، الكتابة مهمة جدا، لذا اكتب اكتب بكثرة، اكتب كل ما تتعلمه وراجع دائما ما تكتبه وركز على اللفظ الصحيح. اكتب بكثرة، حاول وتجرع على الكتابة ولا تخف، فكلنا نخطأ ونتعلم. إذن اكتب 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 دائما. وهذه النقطة من أهم النقاط للتحدث باللغة الإنجليزية، كن جريئا، امتلك الجرأة وتحدث بما تعلمت. حاول وحاول وحاول أن تستمر في التحدث وتجرع على اللفظ الصحيح
وتجرع على الحديث مع الآخرين في اللغة الإنجليزية كتابة وشفويا مع الآخرين. حاول أن تخلق محادثة مع الآخرين وتحدث كثيرا بما تعلمت. لزيادة الثقة عندك كن مستمعا ممتازا، ولتجيد اللفظ الصحيح يجب عليك الاستماع بشكل جيد. إذن الاستماع له دور كبير في التحدث بشكل صحيح مع الآخرين، لذا كن مستمعا ممتازا وأصغي لما يتحدث به الآخرين، واسمع واحفظ وكرر ما يقولونه دائما لتنجح. ولما للتكرار من معنى كبير في التعلم، لذا جعلت النقطة التاسعة هي تكرار الدروس. كرر دروسنا عدة مرات حتى تتقنها. الإتقان شيء مهم، وأتقن شيء قليل بدل أن تتقن الكثير بطريقة خاطئة. لذا كرر الدروس عدة مرات حتى ترى في نفسك أنك قد تقنت هذه الدروس وحفظت الكلمات والجمل، والحفظ بطريقة الجمل كما تعلمنا سابقا. للحصول على النجاح يجب أن تعطي كل شيء حقه، لذا كن صبورا، اقرأ، اكتب، اصغي وتحدث، وكن صبورا لأنها نقطة مهمة جدا، وكل شيء يحتاج إلى وقته. فأعطي للغة الإنجليزية حقها وكن صبورا على نفسك، وكرم نفسك دائما عند صعودك للمرتبة الأعلى من هذه المرتبة. كن صبورا، وأكيد لا تنسى أن تسألنا عن كل ما تريد، وأن تدعمنا بالاشتراك في القناة وإرسال دروسنا لأصدقائك. السؤال مفتاح مهم للتعلم، لذا لا تتردد أبدا في طرح أسئلتك لنا. شكرا لك على المتابعة، ونتمنى لك التوفيق دائما، وإلى اللقاء.